بهالوضع السياسي الضايع يلي عايشينه عم نسأل الناس مين برأيكم حاكم البلد؟ خلينا نشوف. منيح طالع بالصورة؟ حبيبي لبنان طول عمره عنده تكتل حاكمين بتنوعوا حسب المرحلة. صراحة أنا هلأ شايفة حاكمين البلد نواب الوزراء ومش بطريقة بوزيتيف، بطريقة كتير نيجاتيف صراحة. مثل أستاذنا بيهبر رواس، مثل حزب الله هو اللي حاكم البلد، هو العالم يعني. وهالشي غلط، بس شو بدنا نعمل يعني سنس ما في رئيس، ونحن الشعب نحن اللي انتخبنا هو العالم. كل طائفة في حدا حاكمها، ما فينا نقول حدا معين هو حاكم البلد. زعماء البلد هن اللي حاكمينها والعالم أكلتها. والله ما بسترجي أقول من حاكم هالبلد. تأخرت على المحاضرة. ما حدا حاكم حدا بهالبلد، كلها فلتة. ما فيش جهة معينة حاكم البلد. فيك تقول نحن هلأ عايشين بمنطق اسمه الفوضى المنظمة. حقك مصاري بهالبلد، ما في شيء بهالبلد منيح. الكبار عم ياكلوا الصغار، سمك الكبير كرش عم ياكل الصغار، نحن سمك، سمك صغير وضعيف كتير. يا عبي شو مع هيك بلد؟ إذا بيع شوية مي غرقت البلد كله. اللي عملوا الثورة ما ثورة، ثورة اللي عملوها هذا اللي وصل البلد لهون. حقنا هيد حقنا، 100,000 حقنا. ما في سياسة بالبلد مش حرامي، وما في زعيم بالبلد مش حرامي، بس الحاكم الفعلي هو من خارج البلد بالتأكيد. ايه رأيك أستاذنا الكريم؟ مين حاكم البلد؟ أنا اللي حاكم البلد. حاكم البلد رب العالمين، بس مش الشعب. ما في واحد حاكم لبنان، في أكثر من حدا، كل واحد حسب وجهة نظره أو مصالحه مثل ما بده. ما بده السؤال، معروف يعني. معروف يا حبيبي. ما في الدول الكبيرة اللي أعلى من هون اللي هي حاكمة البلد، هاي اللي أنا بنظري، لأنه الحاكمين كتار كلهم يغني على الإله.